بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد. أنا حسن قصاب أمير السجل المدني في مدينة معرق مصرين التابعة لمحافظة إدلب، أعلن عن انشقاقي عن هذا النظام المجرم وعن وزارة الداخلية التي واكبت هذا النظام في إجرامه، وأعلن عن إنشاء تجمع أمناء السجل المدني الأحرار، وإنني أدعو كافة أمناء السجل المدني الشرفاء إلى الانضمام إلى هذا التجمع. عاشت سوريا حرة مستقلة.